بسم الله الرحمن الرحيم. أحدثكم من حي الخالدية بتاريخ 30/7/2013، وأتمنى من جميع أن يعتب علينا بانسحاب من أجزاء من حي الخالدية، فهذا ما نضرب به في حمص المحاصرة يوميا. أمام هذا السلاح، فليرى العالم بأسره، وخصيصا ما يسمونه أصدقاء سوريا، ما يضرب بنا وما معنا. حسبي الله ونعم الوكيل من كل من اتخذ هلع نصرة حمص المحاصرة. حمص المحاصرة 30/7/2013، أحد الصواريخ أرض التي تضرب يوميا على حمص المحاصرة والذي لم ينفجر. انظروا إلى هذه الضخامة لهذا الصاروخ. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الصواريخ التي تضرب على حمص المحاصرة يوميا. حسبي الله.